لو السيسي ما ترشحش للانتخابات الرئاسيه اللي جايه هيدخل التاريخ من باب مشابه ده كلام قاله حسام بدراوي الامين العام الاخير للحزب الوطني وهو بينصح عبد الفتاح السيسي بيقول له الجيش فشل في مشاريع التنميه ومفيش بديل سيب الحكم وخلي حد تاني يدخل خلي مجال لمدني يدخل يحكم البلد علشان البلد ما تروحش للفوضى او ما تستناش انقلاب عسكري. نصيحه من حسام بدراوي، حسام بدراوي سياسي معروف وعضو لجنه سياسات الحزب الوطني المنحل أه قبل كده. النصيحه دي بيقولها راوي عبد الفتاح السيسي وهو متاكد ان السيسي مش هيسمع لها علشان كده كان بيتكلم بمنتهى الادب بيقول انت عملت حاجات كتيره وسويت للبلد ومش لازم تخاف لان مصر هتفضل بعد وقبل اي نظام واي وقبل وبعد اي حاكم ومن مصلحه الوطن انك تتنحى او تسيب حد غيرك يحكم البلد